صباح الخير. صباح النور. خير في شي؟ شو كنتي عم تعملي بكرفان ابراهيم وبالبيجامه كمان؟ رح روح واتعرف عليه واسال عن كل تفاصيل حياته وعن كل شي بخصه. تفضلي يا خانو، كيف فيني اخدمك؟ امينه خانو، نحن عم نستناكي من الصبح. مراد بيك ضيفتنا اللي قلنا زمان بانتظاره وصلت هلا. بس انا ماني كنت ناطر من زمان اني اتعرف عليك.